ميدان النقد الأدبي وهذا الإنتاج الفكري مغري أكثر من الشعر؟ النقد الأدبي كتبت بكتب نقد أدبي باستمرار، لكن أغلبه بكتب بالإنجليزية. نعم. فالعرب لا يعرفون شيئا عنه. لكن الشعر، أنا أعني الشعر دكتور. الشعر يعني سؤالي. أكتب يعني استمرت الكتابة إلى حد. ثم عندما بدأت مشروعي أعطيته كل نفسي وكل وقتي وكل قوتي. نعم. سيدتي هل تأذني لي سأقرأ لك هذه الورقة وهي بخط يدك؟ توقفت عن نشر الشعر لأنني لم أستطع في تلك الفترة أن أكتب شعرا مقاوما، وتسبب هذا في شعوري بالذنب. فلسطينية ولا أكتب شعرا مقاوما، كيف يحدث هذا؟ أحيانا كنت أكتب المراسي لنفسي ولا أنشرها ببساطة لأنني لم أشعر أن ذلك المناخ كان مناخي، مناخ مقاومة وعضلات وثقة وإيمان، وكنت أرى بكل حدسي وبكل إحساسي حدسي وبكل إحساسي بالأشياء لما هو أبعد من ذلك. للأسف لم أستطع أن أنخرط في المقاومة، وهذا أذاني جدا كشاعرة، وأنا لا أقول هذا دائما. احكي لنا. قبل الديوان عندي في الديوان قصائد مقاومة كثيرة. في الديوان نفسه. نعم. بعد ذلك أنا شعرت يعني كان عندي حدس بما سيحدث. ماذا سيحدث؟ ماذا حدث؟ أنا شعرت أن الأشياء لن تصير لأسباب كثيرة لا مازال. يعني هل استشرفتي أن سلمى الخضراء الجيوسي ستكون مهمة جدا وبارعة ومتفوقة في حقل البحث ولن تكون شاعرة مهمة؟ لا علاقة له بالشعر، بالشعر المقاوم نحن نقول. كتبت شعرا كثيرا. نعم. لم يكن شعرا مقاوما بالمعنى المقاومة يعني تماما. لا أنا أعني الشعر بعيدا عن المقاومة، بعيدا عن أي غرض. هل كان شعر. من المطلوب أن تكوني شاعرة ومقاومة وأن تأخذي أن تكوني ملتزمة في في السبعينات؟ كان هيك يعني، كان كل الشعراء يكتبون شعرا مقاوما إجمالا. نعم. يعني شذ بعض الشعراء طبعا، ولا كانوا يعني من احسن الشعراء. نعم دكتورة، تقولين دائما انك عانيتي في هذا الجو، يعني هذا الجو السبعيني، جو كان ذكوري يعني، وكانت المرأة الناجحة او المتحققة او التي تتلمس طريقها كان من الصعوبة ان تعيش وان تكون ندا للرجل او تتحقق. احكي لنا عن هذه الفترة. احكي لنا. انا لهذا السبب بسبب صعوبة يعني العدوان الذكوري المستمر على المرأة. العدوان الذكوري مستمر. من الذين كانوا يعادونك يعني؟ كيف؟ من تذكرين من لا 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 من لا هؤلاء؟ لا أذكر أسماء. لا تذكرين أسماء. تبقى في مذكراتي. لا. بس كيف كانت هذه العداوات يعني بأي شكل؟ أشياء كثيرة يعني بكل الطرق. مثلاً؟ لا ليش؟ ذكريات أنا هذه بحب أنساها يعني. لكن أنا بحدسي وإحساسي بأني لن أستطيع أن أفعل شيئا مهما. نعم. في لحد العربي. الآن لا لا الآن دكتورة لحد الآن تقول لا. أولا صار في انطلاق أكثر للمرأة أولا. نعم. وأكدت وجودها أكثر في العالم العربي كله. بعدين يعني الناس تحسنت أوضاعها كمان يعني هذا. نعم. يعني لا أنا أقول تغيرت. نعم. أنا أنجزت الآن. أنا منجزة. نعم. المنجز ماذا تفعلين بالمنجز يعني مهما قلتي الإنجاز. نعم. موجود. موجود. أنا الأثر موجود. عندما تبدأين بالإنجاز سيقاومونه. أنا أقصد لحد الآن يعني تقولين لن أرجع إلى الوطن العربي لأن لو رجعت أنا عدت أنا نعم. لأنني لن أنجح في هذا العالم. لماذا هذا الإحساس؟ أنا في بداية العمل يعني كنت أصعد بأنني إذا يعني إذا أسست مشروعا في العالم العربي لن أنجح به. فأسسته في أمريكا ونجحت. نعم. دكتورة إحنا قبل ما ندخل الاستوديو قلتي لي أنك لن تنجحي في الوطن العربي، لن تحبي أن تعيشي في هذا الوطن. أنا لم أقل لن أنجح، كنت أعتقد بأني لن أنجح في. نعم. الوقت في يعني بالثمانينات وإشي. هل أنت متفائلة اليوم بالواقع لا العربي؟ لا قلت لك الأشياء تغيرت وأنا أنجزت وأكدت نفسي بعد تأكيد نفسي. ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لن يفعلوا شيء. لا يستطيعون. نعم. دكتورة هل أنت ناقدة للشعر أم مؤرخة للتطور الشعري العربي؟ أو التاريخ الحقيقي يجب أن يكون مبنيا على النقد أيضا. نعم. مبنين. بس هنا يعني هناك يعني فواصل يعني في حدود بين الناقدة الأدبية اليوم والمؤرخة لتطور الشعر العربي. من هي سلمى الخضراء الجيوسي؟ مؤرخ الأدب. نعم. يجب أن يكون ناقدا. يجب أن يكون ناقدا. الناقد لا يحتاج أن يكون مؤرخا للأدب، وهذا شيء من من من
من الامور التي تضعف النقد احيانا، لانهم ينقدون مثلا ديوان شعر او قصيده او روايه دون العوده الى الماضي، الى ما حدث قبلها. وتطور الروايه او تطور الشعر. والنقد ممارسه يوميه. هل تمارسين النقد لحد اليوم؟ يعني كانت لك مقدمات لشعراء كبار، قدمتي شعراء كبار، هل تتابعين حركة النقد العربي اليوم؟ باستمرار. نعم، من يعجبك من النقاد؟ من يعجبك من النقاد؟ العرب؟ نعم. لا أقرأ الكثيرين. كيف تتابعين إذا لم تقرأي؟ أقرأ الشعر أنا. أقرأ الأدب. نعم، أسألك عن النقاد العرب. لا تتابعينهم. نعم. دكتورة، هل تذكرين لنا أبيات من الشعر؟ قصائد من الديوان الأول أو أي ديوان؟ ما دمنا احنا في محطة الشعر قبل ان نغادر الشعر. عندي بذكر عندي ابيات على انشاء مشروعي. نعم. يعني بعد انشاءه وبعد ما نجح. نعم. حلما على ورق ابدعته بيدي ولم يضن عليه الحبر والورق، حلم على ارق القمته جسدي ولم يخني على عدوانه الارق، حلما ورثت رفيع الشأو دان له صبر الشحيح وقلبي ذلك النزق. يعني خسرنا شاعرة كبيرة يعني. لا، عندي شعر رح أنشره. رح تنشرين؟ وعد هذا يعني. في ناشر أمريكي طلب مني شعري باللغتين وأنا عم نحضره. جميل. نرجع إلى سيرة دكتورة سلمى الخضراء الجيوسي. قسمت هذه السيرة إلى مرحلة ما قبل الدكتوراه، ما بعد الدكتوراه، مرحلة بروتا ورابطة الشرق والغرب. نحكي عن أهم ما حدث لسلمى الخضراء ما قبل الدكتوراه. أهم مرحلة ما قبل الدكتوراه؟ نعم، أهم الأحداث اللي حدثت لك في هذه المرحلة أو أهم إنجازاتك في هذه المرحلة. يعني أحداث كثيرة بتصير للإنسان طبعاً. نعم. أولادي بدأ يعني يظهر عليهم معالم الذكاء وإن شاء الله النجاح يعني، ولا بعدين أخذتهم على لندن للدراسة. أنا صرت أدرس للدكتوراه وهم يدرسون إلى يعني الدراسات العليا. نعم. هل كان دكتورة سلمى يعني أنت أخذتيني، أنا كنت مأجلة هذا المحور عن الأمومة والعائلة لآخر الحلقة، هل ثمة وقت كان للأمومة؟ يعني مع هذه الطموح ومع هذه الأحلام ونزق البحث اللي كان عندك، كان في وقت للأمومة؟ أيوة، لكن كنت أشترط عنهم بعد الساعة 8 مساء إلى الفراش. أنا الليل إلي، الليل إلي ليس لكم، وهذا كان يقهرهم جدا. وعندما أصبح لهم أولاد سمحوا لهم بالسهر كما يريدون. أنا لم